والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا الإيمان أيضا يقتضي من صاحبه الأمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له، والأمانة أخت الدين، وهي مقتضية من الإنسان أن يكون أمينا على الغيب، فيكون أمينا على ودائعه ما أودع، سواء كان ذلك من العينيات كالأموال أو من المعنويات كالأسرار، وأن يكون كذلك أمينا على ذمته، فلا يأخذ ما ليس له، وإنما يكتفي بما أحل الله له، وإذا تحمل دينا أداه على وقته، كما قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالمؤمن لا بد أن يكون أمينا، وهذه الأمانة تقتضي أن لا يحرص الإنسان أصلا على وقوع الأمانة تحت يده، وإذا ابتلي بها حفظها وأداها إلى مستحقها، وكان حافظا لها، سواء كانت من العينيات كالأموال، أو كانت من المعنويات كالأسرار، أو ما يطلع عليه الإنسان، كما إذا استشارك إنسان وأتمنك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدثك والتفت فقد ائتمنك. وخيانة الأمانة من النفاق، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والله سبحانه وتعالى حض على الوفاء بالأمانات وعلى الوفاء بالالتزامات، قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا. فلا بد أن يكون المؤمن راعيا لأمانته، حافظا لها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في وسط القلوب وسويدائها، في جذر قلوب الرجال، فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، وإنها يوشك أن يسرى عليها فتمحى من القلوب، تنزع الأمانة من القلوب، فيبقى أثرها كالوكت، وهو أثر الحرق، كجمر دحرجته على رجلك، أي وقع على رجلك فنفط وانتفخ، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، منتبرا أي منتفخا وليس فيه شيء، ترى إنسانا كأنه كامل، ولكن قد نزعت الأمانة من قلبه، نعوذ بالله، وبقي أثرها ليس فيه شيء. فلذلك لا بد أن يحافظ المؤمن والمؤمنة على أمانات الله وعلى أمانات عباد الله. أمانات الله كما ائتمننا الله عليه من أبداننا وعقولنا وعباداتنا وأهلنا وأموالنا، وأمانات الناس ما ائتمننا الناس عليه من الديون والودائع والأسرار والمعلومات وغير ذلك، لا بد أن يكون الإنسان أمينا. فلهذا قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كذلك لا بد أن يكون الإنسان وفيا بعهوده وعقوده، فإذا عقد عقدا وفى به، وإذا التزم التزاما وفى به، ولا يمكن أن يكون المؤمن مخلفا للوعد والعقد. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا عقد عقدا أو عاهد عهدا، سواء كان ذلك مع مسلم أو كافر، سواء كان مع كبير أو صغير، لا بد أن يحرص على الوفاء به تمام الحرص، وأن يؤديه على أحسن الوجوه، وأن لا يخون فيه. فالخيانة ليست من أوصاف المؤمنين أبدا، بل هي من أوصاف المنافقين. لهذا قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذه الرعاية مثل رعاية الشيء الذي ترعاه، فأنت تحرسه، لا تتركه يضيع، ولا تتركه يبتعد عنك، فأنت معه دائما. فكذلك أماناتك وعهدك ترعاها. وهنا لم يقل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم حافظون، بل قال: راعون. هذه الرعاية تقتضي أن يكون ذلك تحت عينك وتحت رعايتك وحراستك دائما.